لا بديل عن الحرب مع حزب الله، يبدو أنها قاعدة أساسية داخل حكومة بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن. وهذا ما كشفته تصريحات القادة الإسرائيليين عن مواجهة المنظمة اللبنانية بهدف ردعها مع تضاؤل فرص تحقيق هدنة في غزة وإنهاء التصعيد في المنطقة. بالنظر إلى خريطة الصراع والتوتر، نجد إصرار تل أبيب على الحرب يأتي لعدة أسباب، منها تهجير 100,000 من سكان الشمال الإسرائيلي منذ 11 شهراً، وتوقف الحياة وتآكل الردع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله الذي أصبح يقصف المناطق الشمالية بالصواريخ بشكل شبه يومي. رغم أن إسرائيل وحزب الله يؤكدان أنهما لا يريدان حرباً واسعة النطاق، لكنهما مستعدان للصراع إذا اندلع. في ظل سعي العديد من الدول والدبلوماسيين إلى إيجاد طرق للحد من العنف على طول الحدود، لكن إذا اندلع القتال، ما هو سيناريو الحرب؟ في البداية سنجد تبادلاً عنيفاً للمواجهات أكثر مما هو عليه الآن، وقد يبادر حزب الله إلى الهجوم على الجليل الأعلى من باب تسجيل نقاط استباقية لصالحه حتى لو خسرها في مرحلة لاحقة. كما سيطلق الحزب آلاف الصواريخ والمسيرات بشكل يومي لإمطار إسرائيل واستهداف المنشآت العسكرية والبنية التحتية في المدن والمستوطنات داخل العمق الإسرائيلي. أما بالنسبة لإسرائيل، سيقصف سلاح الجو منشآت وأهداف حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت وفي باقي المدن اللبنانية، كما سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى دخول جنوب لبنان برياً. وإذا حدث ذلك ستكون للمعركة أبعاد أخرى من المواجهات الميدانية، فهل سيذهب الجانبان لتلك المواجهة غير المحسومة؟